يا الله، السلام عليكم. بعتنا فيديو جديد، وهذا الفيديو راح يكون عبارة عن تنظيف ونفتح أحشاش ونشوف تطورات. فننظف هاي الزبل. وش ننظف؟ ننظف لي فنادس سمنة، ناقصي ناقص التنظيف. إنه شوفه راح طلعوه من أوبن بسنة، يعني كلنا عن بسنة. هاي البردة راح تطلع، وهاي الزعبة اللي فوقها راح تترتب. وبعد شنو؟ تعال 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 على معشوشة. تعال لك، تعال سرسري. هاي يا خايس يا معفن. بيت ابو وحيد يرى اليوم تنظيف. تنظيف يا ابو تنظيف. المخلفات راح اخذها اسماد للمتسلق. هذا الزعتر جاي صريح جوعان، طبعا لازم استقيم بيض. هذا زعطوط، ذاك زعطوط، قول الاخير هذا زعطوط، هذا زعطوط. زعطوط طلعت كلها، فبقيت بس بيض. وها، وهذا انا قررت، كنت اخر فيديو قلت لكم راح اشيل هذا الخشب. المشكله بعد ما طلعت ورجعت بيضت فوقها، فبقي ما عندي شيء. هنا ريحانه، وهذا بعد مخددين بس عافيتهم صارت نعمه، هم محتاجين تنظيف. وهذا قلت زوجة ما حصلت لمرة، يعني هو بكل الاحوال راح يتزوج ام وحيد. هنا ابو وحيد راح اقول له سلم لي، بس خليك يكبرون ذول الافراح. هسه ننظف ونرجع وياكم. اي اخوان، فوصلنا لهاي المرحلة. طلعنا لنا شنو؟ طلعنا لنا هذا الضيم. الاخفاص نظفتين، والمحمية نظفتها، وهاي المبردة طلعت، هاي الزعبلة بعد هنا مرتبها. بعد ذني هم مرتبين هنا، غير احتمال اطلع هنا تجربة تشوفون بهالعمر. هذول اخو ما يقتلونهم، اذا شفتهم طقوهم اخذهم ورجعهم، لين خطيه كافي ريشة طلع الريش مالهم. فنكمل وبعدين نرجع نفتح الاعشاش. هسه شنو، احنا وصلنا لهاي المرحلة انه شنو السمانات راح ننظف مكانهن. وين خليناهن؟ شباب شوي هيك. يلا هذا دخن، فننظفه ونرجع لكم. رجعت وياكم. طبعا من شفت هذا ايش لقيت؟ لقيت هنا بيضات من جديد، لان هيك الباقيات بيضات ورا الكرتون هذا كنت مخليه، ولا ما تعيش يعني، ما دام هيك لا ما تعيش يعني قافات. بس المشكلة هذا بيض هواي، لازم ارفع من عنده حتى يقفل صح، يحضنه صح. ايش نرفع؟ نرفع وحدة اثنين. لان الاطراف انه مبين ما قفات هنا، هذا داير العش هي هناك تقف اعتقد. ايش نسوي؟ نخلي ذني ستة، نبقي ستة ونرفع ستة. 12 بيضة الظاهر، طيرتين بيضات يعني، طيرتين الباقيات برا هنن بيضات. فهسه نرفع ذني، راح اخلي مجال للعش حتى تقف القفة. تقفت ولا ما قفت؟ طبها مرض فترة وتقف على غير قفة. نكمل ونعود. هاي بعد ما نبدأ، طبعا هذني الاكل ما اكل صفتين، بعدين ارتبين الوضعية صفتين. وهذني السمانات صاروا بهذا الشكل والنظافة. بعد بس اعطيني الخلطة مال بيض السمان. جزر النظافة يا اخي. يلا يلا اسبوع واطلع. هو هسه من استحقات اطلع النثية، يعني اطلع الماي وعفنهن. بس خطيه خالص تكسر قلبها، تعرفون يعني. نروح نفتح لنا كم عيش ونصور لكم. وعن النظافة يا اخو، عن النظافة خراب، يعني نشيل الواس. بسم الله. يا هنا طلعي، طلعت الماية. نشوف شكله هنا أنا. اخوان ما داخل المحمية يمكن صار يومين، بس ابدل الماي واطلع. بسم الله ما شاء الله. ايش قدم لقحات؟ طبعا 4 شادات وحدة لا. اخوان يعني بالخبرة تظل تعرف البيضة من فوق، تعرف ايش بيها شاطحن البيضة. وقلنا بسم الله ما شاء الله، ليش ايش تريد تسقط؟
رجعنا لمكانه. يلا هنا هذا العش كانوا بيه افراخ، قلت لكم بقن اثنين افراخ ورجعت بيضة فوقها نفس الافراخ، طلعا هي كملت بيضة اعتقد، خلي نشوفها كان البيضتين العذربين فوق الافراخ. بسم الله ما شاء الله جيت ما يبين عندي يمكن اربعة ما جيت، خليها براحتها. رجعوا بنا ورتبوا هم، هذا الزوج ما شاء الله أبطال اخوان. هاي العشاش قلت لكم انا سابقا قال لكم عندي عشاش، فهسه شديتها وبعد عندي ذني الاربعة، الاربعة هنا هم رد اشدهن باي الجهة، وبالمستقبل ان شاء الله اسوي قطع هنا واسوي خانات كبار يعني متر متر وارتفاع المترين وعشرين للكوكتيلات، لان انا الكوكتيل لازم بإذن الله أربيه وأبزر من عنده. هذا العش كانوا بيه ثلاث أفراخ، شنو وضعه ما رجعت بيضك بيه؟ لا والله كش ما بيه. يلا نعوف على راحته يدفيني إذا صار برد. هذا ليش مرة فرغته راجعت لامات بيه، طبعا بداية ما أدري متروك مدري لامات بيه. هذا شنو وضعه؟ هاي السلايتات ولا احب ينال، بس انه بس انه ذن لقيتهم بالسوق ذاك اليوم البانيات وعايفات على البداية. هذا شنو؟ عود واحد. هذا شنو؟ لا هذا مبين نايات بي على بيض مكملات بي. شوف الشمس قد حلو منظرهم تدخل منها هنا. انا دول اثنين شين شو دول الجعاطيط ها؟ كون تبقون طول عمركم هيك قريبين علي، واحد يدفي الثاني. ها كافي زعاج. يلا ناخذوا راحتكم راحتكم. طبعا هذا الماي شلون بدلته؟ هذا الماي لازم يوميا تبدله، يتوسخ يسبحن بيه يشربون بيه. هذا ليش شنو وضعه؟ وجين مال ثلاث عوادي. هذا شنو وضعه؟ هذا ناويات بيع على بيض الظهر. اخوان هاي الطيور جهزت عندي المخاليف، هسه جهزت ان شاء الله الشهر الجاي. هذا كل ما هنالك للفناجس، هذا اللي فوق ما صور فين اسطورة الرقبة يا ابو البركة. هذا شنو وضعه والله؟ متروك. هذا فوق شنو؟ أو صاحب دي هواي عشاش ضلك ما عارف يسوي. هم عودين مال ثلاثة. روح تنسى تنسى الأحشاش، وين كانوا ثلاثة أحشاش؟ هذا هم كيش ما أكل. بين السطر ربع أحشيهن وراح أخلي واحد من ذن العشوش يستون شو صورتكم هنا مكانهم. هنا واحد هنا واحد. روح لطير الحب. إخوان هذولي سالفة مطاولة أعتقد. يعني ساعتهم ردت فول فول وشكلهم صار أحلى وغيروا ريش، يعني الريش الطوال هذا كان مقطع لو شايفينه متقصف. وهاي شوفوا ذيولهم وهي كانت بس هالفة حلين جبتها متأخر شوية مع جاي يرتب ألقى الريش ماله هو شي يسحبه ويذبه، أنا مو يطلع ريش جديد ما داخلين أصلا هم البيعة. شوفوا هذا خطية قلت لكم الساعة ذا الوحيد، هذا تنظيف يا ابو شوف النظافة يا ما اقدر اقولكم يعني مو بيدي انا نظيف يا اخي. ها ابو وحيد والله ابو وحيد يعني انت تعذرنا بس هاي الدورة اليك، شين فوكس كلش تعذرنا بس هاي الدورة اليك، يعني اريد انتاج حلو يا اخي وانت هي لو في سوالي نشكرك على العشرة. يعني نشوف فراخ وحيد وام وحيد وشين وغي شين فراخ وحيد ابو وحيد. يلا طري اخوان هذا اعتقد يطلع مثل ابو عاطي، هو هذا الكبير شكله ملامحه ابو عاطي وحاطه سبحان الله، بس هو هذا جولدن يكون يطلع لي دبل فو اكثر يوبي، اذا طلع دبل فو اكثر غير ابو وحيد يبقى ابو وحيد ما بدله. بس
سوى جولدن ما شاء الله. وهذول بعد ما مبينين. اذا طلعت مثل ابو عاطي اللي ارجع اسميك ابو عاطي. طبعا ابو عاطي طيته لابن عمي، طيته عطيه هو ويا وحيد وام عاطي قلعتها يا الفقر. دعوفني هذا ظل يشيل بريد واخر عن اخوك. ولك 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 اخوك الزغير. كلش لاخوك الزغير. يلا لا نزعجهم. هذول الطيور متونسين لانه نظافه، بس ايش يحتاج لهم؟ يحتاج لهم هسه اجيب لهم البيضه. هذول ثلاثه الاخوان صافين سوا. هسه هذول جهزوا غيركم يزوجون. يلا زوجوا زوجوا عم زوجوا. طلعوا على ابوهم زابيلات. هذا زعطوط. الفيديو لا يصير طويل اكثر من اللازم. هذول قاعدين بالفي. تعالوا شمس والشمس. اوه اقدم لكم كعكول ما شاء الله. طلع ياكل دخين ياكل كل شيء، بس بعد ما عايف ازق له. اخوان انا جبت يعني جبت مثله همش كم طير بس صغار بعدهم، وما اريد اصورهم لان ذولاك سابقا بس صورتهم نشرتهم ماتوا. تعرفون العين ما ترحم يعني. بسم الله ما شاء الله. ان شاء الله اجهزهم واسوي لهم خانات واجيبهم من انا. هذا كل ما هنالك اليوم. نشوفكم ان شاء الله بالمستقبل القريب. وازعجناها كل شويه نطلعها من الاشمال هذه. يلا يلا في مال الله.